استحملتي سنتين يا عم. يومنا مشين مش للتصديق. انت استحملتي كده ايمن، بما انه عم نحكي، كنت عم تحكي هلا يومنا عن النقطة، عن النقطة بعده بالتلفزيون بيكتبوا لك الكلمات بالعربي بيكتبوا لك اياهم باللاتيني؟ لا انا كنت بكتبه انجلش انجلش، يعني انا كنت بترجم، يعني انا بعد ما خلصت سوبر ستار رحت على اليونايتد نيشنز اشتغلت مترجم على طول. بمعنى صح يعني كيف مثلا اول سنه الناس كانت بتستغرب ان هو ما كانش فيه تالي برومتر، ثاني سنه حطوا تالي برومتر وانا مساء الخير بقى جود ايفنينج وهلو ومش عارف كذا 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 كله بالانجليزي، فبطلع مساء الخير واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده كذا كذا. في الاول ادم ما بيعرفش يقرا عربي، طب بس ده ازاي بيقدر يترجم من لغه للغه على طول؟ انت هيك هيك كثير صحيح ايمن هيك؟ بس لا اتعلمت دلوقتي اقرا اسمي دلوقتي، يعني اسمي اعرف اقراه يعني كامل كمان ايمن انجليزي يعني مش انه يكتبوا لك مثلا كلمه لنعتبر ذهبه زد اي اتش اي بي اي لا ليفت وانت ترجم ليفت ليفت مش ليفت ليفت ايه لا ما اتعودت عليه. كيف تعرف الليفت؟ تعرف انه مثلا ليفت راح من الشمال مش من الشمال من الليفت الليفت هذا ليفت 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 لا 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 كنت خيار بس الليفت لا قمه الاسبهلال. اسبهلال كيف كنت تعملها؟ ما في بالانجليزي اسبهلال ما لا لا ما في اسبهلايت اسبهلايت يس 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 اسبهلايت سيارة وكنا الضغط على نهر الكلب بكيت معه يعني ورديت بكيت بكي عليا ايمن صاير معك نفس الموضوع نفس الحاجة انا سالت حد نفس الحاجة مع نفس البنت وفي مرة برضو جاي كده هو حد مختلف تماما ايه غير حدا هلو بس كملت على ان شاء الله تضل بنت على طول ما يكون تغير. هلا وصلنا وصلنا نازل عامل شعر وميك اب كفيت نوم تمت ما امش ما امش الميت ما امش لا الميت ما بخوف العايش بخوف. حلوه حلوه هالمسك بحقها فوق هوني جاكلين بيقولوا ايمن بدك تسال سؤال الناس اللي بتصرخ وبتتعصب هم نايمين ده يعني اوكي هلا الناس بتحب تتكلم وهي نايمه صرير الاسنان او الهزيان عفوا المشكله دي ولازم نبطلها كمان انا بقى بصرخ ايمن بصرخ انت ونايم لا مش بصرخ بس ساعات بتكلم وده ده خطر على فكره بتتكلم انت حد سالك اسئله وانت نايم مرات بيكون كلام مفهوم مرات بيكون كلام مفهوم في ساعات بيكون كلام مفهوم وبتصرخ وبتصوت هيدا تعبير اي تعبير عن حالي من الضغط مرات واحد بيكون منه قادر يمكن يواجه المشكله او عم بيأجلها فشوي هيك بشدها حاله اكثر فهي نوع من الضغوطات وترجمه هالضغوطات بصوره ممكن تكون فوق طاقه استيعاب الانسان نعم. ولكن بتجي ضمن فتره النوم من هيك فتره نوم ايمن بدك تغيري محلك ليه؟ انه عقصه ثعبان و7 سم وبيحكي هو نايم شو 7 سم هي ما كنت عليها ولا انا فيكم تعيدوا لنا العقصة إذا بتريدوا؟ هذا العقص والثعبان واللي فحصوا كان كثير حبوا يعني. طيب لازم تكون شايف حالك قبل. عم يفحصوا كان عم يفحصوا بطريقة حلوة كثير. لا 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 ده دي كان حاجة ثانية عمري لا. أيمن أحلامك بالإنجليزي ولا بالعربي؟ أونسي. ماشي. فريلانس. أنطوانيت على طول بتحلمي حلمك بيراودك على طول الحلم يلي هو في غرفة زيد في عنده أول حرف هو هواء الثاني أيمن ويمنى في تشابه مثل ما قلت أنا بالأسماء ولا لا؟ بلا في تشابه أيمن ويمنى إيه لأنه حرف الميم وحرف النون وهن أهم الأحرف يعني بيعتبروا من الأحرف والقلب بينتموا إلى كواكب بينتموا كمان إلى كواكب كمان بتعطي أي كوكب مثلا حرف النون إلى كوكب جوبيتر حرف الميم بيعطي لميركور كوكب الفكر والذكاء وحرف النون يعني جوبيتر كوكب الحظ والعلاقات الاجتماعية من هيك كل حدا عنده حرف نون باسمه بتلاقي فيه حتى لو كان مثلا ضروري في المجتمع بيكون ضمن محيطه متميز طيب جاكلين أنا بتحبي أيمن بتقول شايف حالك لمين بتقول لمصر وشباب مصر هرجع اقول لكم بس انتوا على موضوع السواقه دلوقتي بحس ان في مصر السواقه بقت اوحش من بعد الثوره وفي اخر فتره شفت كتير يعني اتخبطوا في الشارع ومن قريب يعني واحده بيشيلوها اللي ضربها خبط يعني وطار فبقول اول حاجه اللي شايف حالك ازاي بتسوق في مصر وبعد كده الناس لسه خايفه في مصر وده مأثر على الشعب فاللي هو يعني
شايف حالك دلوقتي ازاي؟ مخلي الحاجات دي تاثر عليك؟ خلاص يعني احنا دلوقتي لازم نتحسن ونتقدم لقدام اكتر. يمنى يعني شيف. الموضوع يعني يبدو ايه بدك تقول شيء ايمن؟ ايكو فريندلي يعني سوري بس ايكو فريندلي العربيه دي اتس فيري جود اتس فيري سيف اتس ايكو فريندلي اكيد عم غير شكل ابيض ونظيف بنكمل احنا وياكم مع التلوث السيارات يلي عم تروح على الطريق في تلوث كثير يا يمنى لازم ننتبه هي والتلوث لهون تنتهي حلقتنا نشكر كل الموجودين ما. شكرا لك ولاهل مصر الطيبين ولحضورك المميز كل التوفيق كل التوفيق لك اهلا وسهلا فيك يمنى شريه